صحيت وجيت نكمل السجل اللي بديته البارح على من هم الجزائريون والهوية تاعهم وشكون هم وكيفاش وكذا. البارح هضرت على كلك برانسيب، بعض المفاهيم التي يجب أن تتطرق إليها قبل الخوض في هذا الحديث. البروبي برانسيب هو أن تعرف الهوية، من ماهية الشيء، أو هوية الشيء هي ما يميزه عن غيره. S'agissant d'un peuple, bien sûr, ce sont les choses qui sont partagées entre les membres de ce peuple et qui ne sont pas partagées par les autres zones géographiques. كلما أخذت بلاد طبق عليها هذا المبدأ ما يكونش عندك مشكل. وحنا هذا الديبا هذا تاع الهوية كان في بعض الدول واحد اخرين، لا سيما المجر مثلا، عندما تقسم الامبير اوسترو هنغاروا كان يعني المجاريين حاولوا يعني بور لا كاركتيريزاسيون تاع الهويه تاعهم ماشي غير اللغه. وصلوا بعض الناس مثل بعض الموسيقار الكبير يعني وصل الى انه يبحث في خصوصيات الموسيقى التي تفارقها عن ما أصبح جاره النمسا. c'est une démarche qui est normale, je sais pas. هذا يعني الحكم يعني ماهوش من النطاق تاعي. مي دائما هذا المشكل نقع فيه، لأنك ورثت بلاد والبلدان كانوا بكري يا إما مملكة يا إما تمشي عن مبايعة يا إما كذا يا إما كذا. دونك لو بروبليم دو دونتيتي نو سوبوز با. ثم قلت لكم البارح كاين بروبليم دو لا كاركتيريزاسيون دو بارلي اون الجيري دو سكون ابيل العرب اون الجيري. كانوا قادرين، بما ان ما ذكرتش الاسم، عندنا قلت لكم عندنا قاموس وكان موجود كثير من المخططات عليه القواميس اتسيتيرا. القاموس اللي حكيت لكم عليه في الجزيرية هو للصحفي والكاتب مهدي براشد اللي يحب يحوس على هذا القاموس. قلت لكم انا باس يعني نعطيو كاركتيريزي نطر بارلي لوي دوني ان نو ونتكلوا على الله ونبداو نخدموا باللغه تاعنا. انما سي انسكري دون ان بروجي بوليتيك، سي انسكري دون ان بروجي بوليتيك كي كون با شوازي. تقدر تقول بعض الناس من النخبه الحاكمه من السلطه تاعنا اختارت هذا المشروع وتبعها بعض المفكرين، ولكنه ماهوش ان بروجي ناتورال، يعني ان ابوتيسمون ناتورال دو لا كولتور الجيريان ولا دو لا كولتور نور افريكان. لو كان نفتح صفحة اللي يقول لك ساي سبيكو وكذا وكذا ونحن أمة عربية كذا كذا، هذا الوهم العربي ثاني هو مشروع استعماري في الحقيقة. كل دول هذه المنطقة ما تسمونها الوطن العربي كانت مستعمرة جلها أو كلها، يا إما من الإمبراطورية العثمانية. بعد الفالي نوفال ايدونتيتي لكي تحارب بها الإمبراطورية العثمانية. دونك هذا الترسيخ الوهم العربي وكذلك جمع الإسلام
السكان تحت راية الإسلام لكي نتخلص من الشبح العثماني نهائيا، للضربة القاضية للعثمانيين. ولما أنت تجمع مجموعة من الدول تحت راية واحدة أسهل أنك تتعامل بها وتتلاعب بها وتمانيبيوليها كما تحب. لما يكون عندك المغرب حر والجزائر حرة وتونس وليبيا ومصر حر، كل هذه الدول حرة وعندها فكر وعندها نمو بشري وعندها كل من هذه البلدان أنتجت فكر أو أفكار متخصصة بتلك البلدان، صعيب أنك تلعب بها. أما لما تجمعها تحت راية عرب وإسلاميك فأنك عندك وتر تلعب عليه من بعد هذا. هذه هو مبادئ الفكرة. من بعد يعني اللي يحوس للديتاي يقدر يحوس، يقدر يحوس كيف يعني ما هي الصدفة انهم كلهم اختاروا كذا وكذا، وعلاش مالطا يعني تتكلم كما الجزائريين اللغة تاعهم، علاش ما دخلتش في هذا المشروع؟ لانها بعيدة عن الحسابات التي ارادها الذين صنعوا الخارطة الجديدة للعالم انذاك. وكملت هذه المسألة هذه يعني كأنها شبه استقلالية لهذه الدول الجديدة. وهناك من صرح به يقول لك أمريكا والإمبرياليين هذول، يصرح لك به يقول لك نعم نعطي لهذه الدول الحرية ولكن يجب أن تبقى حرية نسبية تحت راية ما باش نتلعبوا بها احنا. ربما هذا المشروع ليس كما أقول، لا تؤمن بهذا رغم أنك يمكن أن تبحث عنه، ولكنه مشروع حقيقة ولد في المنطقة العربية. لكن الجزائر هل لها الفائدة في الانتماء لهذا الوهم، لهذا المشروع السياسي ليس ثقافي؟ لا طبعا لا، لأن عندها تعددية في الشعب تاعها، عندها بليزيور زيتني كثير من اللغات، مجموعة من اللغات من الأمازيغية، في المغربين الذي لو تقول أننا دولة عربية والعربية هي العربية الفصحى التي أكلمك بها، ما يسمى بالفصحى، لا أعلم من قال أن هذه الفصحى وغيرها غير فصيح، فيها نوع من العنصرية. اللغة ما أسميها بلغة الرسوم المتحركة يعني بشيء من الفكاهة، لأن في صغرنا نلقاها في المدرسة ثم تخرج تلقاها في الرسوم المتحركة، أما في المجتمع غائبة تماما. لما تقول أن هذه الدول العربة، العربية المشرق، عربة المدرسة هي العرب العربية الحقيقة، وإحنا عندنا عربية دارجة، كأنك تريد أن تنضم في مشروع وأنت معوق، يعني كأنك تطلب الشفقة، يعني كأنك أنت تلعب دوزيام ديفيزيون وتقول لهم على وجه ربي خلوني نجي نتفرج نقعد معكم تما باش تكون عندي إن سيتوينتي ولا انتماء، يعني وطن، يعني إن إيدونتيتي. هذا مشكل يترتب عليه، ويفسر هذا المشكل من بين الأسباب اللي تفسر كره الجزائري لنفسه، يعني خاصة في الطبقات المثقفة، لأنه لما يكون واحد مبرونشي للشرق وكل الثقافة التي يسبح فيها غائبة في مجتمعه، كأن المجتمع تاعو يقول هذا المجتمع معوق، بعيد عن الثقافة، بعيد عن الفكر، ولكنه فقط أصيب بال أفغلي بالدعمة ولا يرى ثقافة بلده المكتوبة والمروية والمدونة وكل ما تريد، وضعها تحت عنوان الثقافة الشعبية، الثقافة الدارجة التقليدية، فولكلور فقط. هذا واش صح؟
هذا واش صح. الثقافة المحلية هي الحقيقة، في الحقيقة هي ثقافتك. أما ولو افترضنا جدلا أنها سين كولتور دو سكوند، زعما تاع دوزيام ديفيزيون، تاع باش تنسو برودوي ولا نقولو حاجة، يعني يجب تطبق الحكمة الشعبية التي تقول حماري خير من العود تاع الناس، ويجب أن أنطلق منها وأغذيها ونعمل بها ونطورها، ومشي نروح نستورد. كما أنا عندك فريق من المفرنسين راحوا في يستوردون، يعني ألغاك كومبليتمون المنتوج الثقافي البلدي، وعندك أيضا هذوك اللي راحوا من هنا من الشرق، اللي راح لبغداد ولا راح القاهرة ولا راح لكذا ولا راح لكذا. جو بونس كو لا برودكسيون انتيليكتويال بهذه اللغة الرسمية تابي بري ليجيتيم في سوريا، في العراق، ان بو موان اون ايجيبت. ونوجد يعني كثير تشوف يعني كتاب كبار يعطي محاضرة بالمصرية، يعطي محاضرة من الأول إلى الآخر بالمصرية دون عقدة، الشيء الذي لا نجده عند المفكرين الجزائريين. يعني كأنه يتكلم دارجة، كأن كون الإنسان الشرقي لا يفهمه لما يتكلم فهو أعجمي، كما يقولون، فهو ما عندوش ثقافة. ولكن من المفترض العكس، انك تغذي الثقافة تاعك وتبني عليها. الجزائر دولة شابة، لغتنا كان عندها تاريخ، لغاتنا او اللغتين تاعنا، واليوم كلاهما رسميتان، كلتاهما رسميتان، la possibilité de les travailler est ouverte. ولكن لازم تعرف بلي مادام بقيت في اللغة المدرسية دائما يكون انقطاع بينك بين المثقف والأوساط الشعبية، لأنه يعني فعل المثقف يكون ناقص على الطبقات الأخرى. لأنه اليوم الإنجليزي لما يكتب، لما تقرأ نص من أي كاتب إنجليزي حديث أو قديم، تقرأ شكسبير ولا تقرأ تاع درك، مش عارف، ما نعرفش أنا الكتاب الإنجليزي، أي واحد يفهم. هل لما تقرأ بالفصحى كل الناس تفهم في الجزائر بما فيهم الذين لا؟ فقط يجب أن يكون متمدرس. وكان في كثير من الأحيان مثل الجيل تاعي، قرينا العربية، بعد رحنا لليونيفرسيتي الجامعة عطاونا بروغرام فرونسي، تقرا 4 سنين 5 سنين سي تو طافي نورمال تبدا تنسى العربية. كاين اللي ما يطالعش كذا وكذا ينساها تاع صح، ينساها تاع صح. دونك هذه المشاكل نترتب عليها البروبليم دو كومينيكاسيون بين المثقف والاوساط. ثم حتى واذا عرفت اللغه الفصحى، انت عرفتها في سياق معين، في المدرسه، في كذا في كذا، لكن خائبه. نعطيك مثال، لما تقوم بحمله، حمله ذات منفعه عامه، حمله لا للحرائق، الغابات، لا لكذا لا لكذا، تخيل أن الأمريكي، الإنجليزي، الإسباني لما يعمل حملة في الإذاعة، في كذا، في البطاقات، لي بانو، يخاطب شعبه في اللغة تاعه. أما أنت تخاطبه في لغة وإن فهمها ليست لغته، ما كاش اللي راهو يهضر كيما راني نهضر دوك بالفصحى في الألجيري، ما كاش منها. انت تخاطبه، حتى لا بوبليسيتي، حتى العوام هذو الاخرين يبداو الناس تفطن ويتنحال كومبلكس ويديروا، لان فيها اموال، فيها سون براغماتيك.
يعني يحبك تفهم ويدخل ديريكتومون سي الكونسون تاعك، ما يهضرش معاك بلغه فيها سياق معين، مدرسه وشي بروف ضارب داير موستاش موظف دوبل فواي ويضربك ويقول لك ثقافتنا المحليه ثقافه ساذجه. قالوا لنا لي بروف، حنا قالوا لنا لي بروف، البروف ضارب. هذه البراغماتيه va me permettre de parler d'un autre sujet. انه تاريخيا، وهذا موضوع حساس، لانه كي تتكلم على العربيه والامازيغيه عندك 90% من الاشخاص اللي حولك في الانترنت ولا في حياتك اليوميه، الناس اللي يردوا لك بالعاطفه، نحن عرب، نحن عرب اقحاح، جدكم، ومن جهة أخرى كيف كيف كيليا اون كولتور كي فو سامبوزي اون رياكسيون على سيت كولتور كي فو سامبوزي. والحقيقة معقدة، هي تري كومبلكس الحقيقة، والتاريخ وش صار في الماضي في الحاضر. حبيت نقول بلي ابن شمال افريقيا عبر العصور، النور افريكان، سميه امازيغ سميه كما شيء، الى ايتي براغماتيك، الى سو سادابتي، اي اكزيستي اون برودويزون اشاك ايتاب اشاك ايفولوسيون اون كولتور لوكال كي لو ا بيرمي دو غاردي سون كاشي اكسكلوزيف سون كاشي ا لو ميم tout en intégrant, tout en absorbant les cultures, des civilisations avec lesquelles il a été en contact. On a eu des Amazirs qui ont produit en latin. On a eu beaucoup d'Amazirs qui ont produit en arabe. Principalement le latin et l'arabe. Mais toujours, toujours, un produit local. هذا ان شاء الله كي يولي الجيريان ليبر، عندهم شروع باش ندخلوا بعمق 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 يعني في هذا الموضوع. موضوع حساس، لانه باسكو المعرب يتخيل بانه سي ليجيتيم انك تقول انني عربي بوان، ونحن عرب لغه وامجاد الماضي، ونحن الاندلس وكذا كذا محفوظات، يعني سي دي ريفلكس. Ou le militant de l'autre côté, non, ma question arabe, c'est le pouvoir, il y a un autre qui dit que les gens sont stupides, Donc en réalité, ça a toujours été une adaptation. Mais Akdem Chouab, Chouab Amazirie, parce qu'elle a su s'adapter. Le fait que l'Amazirie, elle a un tour de Wahia, Zamanet, وعاصرت حضارات كبيرة وقوية ندل على شيء، فإنه يعني ذكاء نوعا بين قوسين، ذكاء هذا الشعب، كاباسيتي أسادابتي، قدرته على راحة الإدابتاسيون. هذه القدره هذه سي براغماتيك، الى في توجور لي شوا افيك ليكيل الى بو سامبوزي، عكس ما ان نقول يعني الزيانيين عرب وموحدين عرب، لا هذوك كلهم كانوا امازيغ، امازيغ يعني شمال، سكان شمال افريقيا، استعملوا لغه رسميه لاغراض معينة تعطيهم ان بينيفيس في ذاك الزمان، في ذاك الزمان. اما ما اخفقنا فيه هو انه بعد استقلال الجزائر بدا هذيك لا فاكولتي دابتاسيون دي نور افريكا راحت، بالك لا كولتوراسيون، بالك الاستعمار. على فكره بور مو اول استعمار او سونس بروبر دو تيرم هو الاستعمار الفرنسي في
لنور، لكن هذا الموضوع نعود إليه. ربما ما نعرف il n'absorbe plus les civilisations. Peut-être que بلاك الاستعمار الفرنسي من رجعته ممكن بزاف يعني غاشم بزاف. Il y avait un rejet de tout, de tout. وراحت جماعة من النخب يمكن تقول لك مؤامرة وكان كذا واتفاقيات عالمية ça n'annule pas le fait que le Nord-Africain a perdu son côté pragmatique et sa faculté d'adaptation. راح يستورد ثقافة لأول مرة في تاريخ شمال إفريقيا، لأول مرة منذ عهد ال كيف يسموا بعد العهد الحجري، نسيت كيف يسموه بالنيوليتيك، العهد الجديد ما قبل التاريخ، المهم النيوليتيك، منذ أول مرة في عوض أنه ابن شمال إفريقيا يصدب دان سيتياسيون برونو سوا لا لونغ سوا سكيل أرانج دون سيفيليزاسيون avec laquelle il est en contact. وش دار هذا المرة؟ راح إلى امبورتي ان كولتور، ان كولتور ريسونت، نوفيل كولتور عرب، ماهيش ان كولتور عرب تاع بكري. هذا أرفضه يعني إجمالا. هذا هو لو بوان تري تري امبورتون اللي لازم تحاول تفهمه. العرب المسألة اللي كومبلكس، اللي كومبليكي، ما تقدرش تبسطها، من المستحيل لو تبسطها تدخل فقط في العاطفة، وحنا أمازيغ وحنا عرب وحنا ماشي عرب وحنا كذا وحنا كذا وحنا كذا، لأنه لو كومبورتمون دو نور أفريكا دي نور أفريكا أترافير لي سيكل باعوه لنا أن مومون دوني كأنه il a subi des civilisations de Tchelou, et Nama, il les a absorbées en réalité. Ahsan Dalil, wa baqa'a. On est toujours là. Nous sommes là et on sera là dans 1000 ans. Fakat, al-Shari'a lati, fakadat silatouha bi shamal Afrique, fakadat silatouha bi ardiha. Yani, a'tat hawiyatiha li wahm. Li wahm, ghayr mawjoud jougrafien indaha. هذا هو لو بوان تري تري امبورطون اللي ما لازمش تغفل عليه لما تتكلم على الـ الـ الهوية و كومون اون دوا جيري لي شونجمون كي اون ليو اي كي اورون ليو. واخيرا فقدان هذا الروح لي براغماتيك، لأن الأمازيغي كان يأخذ وش يعجبه وش يحتاج لكي يمر به حقبة، ولكن باقية بشكل أو بآخر باقية. من دركا يريد أن يذوب أو ينصهر في كيان معين، هذا هو الفرق. هذا الكلام اللي نقوله ربما يبان كومبليكي، مي اون رياليتي منه يترتب أن رئيس جمهورية شابة يرفع يده يقول نحن عرب نحن عرب نحن عرب، وكان ذلك ربما مام انكونسيامو أول مشكلة. لما تقولي نحن عرب، الجزائر عرب، عربية، دولة عربية، وانت على بالك كي تزيد، أنا مثلا مشي من روح بعيد ما كنتش نعرف العربية كي كنت صغير، كنت تكلموا أمازيغية بحتة في الدار، يعني لغويا مانيش عربي، ثقافيا نون بلو، ابن منطقة عندها تقاليدها وعندها اسم وعندها كذا، يعني بالتكافؤ المنطقي، يعني الجزائر عربية، أنا لست عربي، هكذا الأولى، الجملة الأولى الجزائر عربية، دوزيام أنا لست عربي، استلزام أنا لست جزائري. إذن حان الوقت
راكو تشوفوا المشاكل وشوفوا تيزوزو كلاسات بريمير في البيف بهم ولي يقولوا الناس في ستاسيون قالك فيها ان هذه فيها خلفيه تاع الجورناليزم وكره لهذه المنطقه وكره لهذا اللغه يقولك فيها ان سي با نورمال لو كان جات اي ولايه اخرى ستمر القضيه كمر كرام يعني ما تكلمش انا معلقين صغار في فيسبوك ولا الناس مراهقين تكلم على اعلاميين عربيين كيما هذو اللي يدير لك بوستر تاع جمال عبد الناصر من الدور وتاع صدام حسين ولا مانيش عارف تاع بيرتي في هذاك يقول لك يعني سي با سي با نورمال تيجي وزو ايه وي مسيو قدوة اقرا 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 باش تفهم اقرا ويعني مثبت علميا ان لما الطفل يتكلم عدة لغات يزداد ذكاؤه هاي اللي فهمها فهمها اللي ما فهمهاش لا لا فهم الطفل لما يتكلم عدة لغات لما يتعلم عدة لغات ينفتح المخ تاعو ويعطيه ذكاء نتا قري أولادك ألف باء واستنى الريزلت نغلق القوس لتصحيح هذا حان الوقت لتصحيح هذه العبارات بيان سور الواحد ما يحسش الاستفزاز لما هو خلاص هذاك الوهم مشى فيه مشى فيه يقول نحن عرب وخلاص ترميني الجزائر اذا الجزائر عربيه لا ما تنساش بلي كاين اللي ما ينتميش لهذه الثقافه ما ينتميش ماشي يرفضها ولا ما ينتميش بطريقه جد طبيعيه نرحلو لا هو سكان اصلي تقدرش من سكان اصلي نرحلو كنت لا لا مستحيل ترى كان اذا كان زعما ملي جاو اغلب الظن ان فقط استمان بران في اللغه راك هنا منذ الف سنين منذ قرون اذا الان فكر في الحل لكي تقف الاستفزازات من جهه او من جهه اخرى هذا هو الدوزيام بوان اللي حبيت نتكلم عليه والسلام عليكم ورحمه الله